نعم الدولة مالها وين الدولة هاي الدولة موجودة مالهم البركة بيهم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين معالي الرئيس المحترم الزملاء الأفاضل الحكومة الرشيدة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أنا على يقين أن الناس لا تود أن تسمعنا ولا أن تسمع للحكومة، لأن شبعناهم خطابات جعجعة بلا قتال، والناس تنتظر حلول. هذه الموازنة كنا نتمنى أن تكون استثنائية تعالج على الأقل العجز وتخفف من المديونية، لكنها أبت إلا أن تكون إكلاسيكية كغيرها. فلم تقدم شيئا والحكومة غير ملامة في هذا فهذا هو الواقع لا أريد أن أجد نفسي في انتقاء المفردات ولا أن نقاتل بالكلمة أو نجاهد بها لكني أريد أن أكون موضوعيا في الحديث عن في ثاني هذه الموازنة ثانية واحدة يا باشا يا أخوان اللي بخطب يعني نترجى أنه نصاب على الحف يعني هذا الوقت محسوب يا محسوب لك لك محسوب حاسب نترجاكم يعني انه تخلوا النصاب مستمر وقدامنا قائمه متحدثين طويله جدا فبدنا يعني ننهي تفضل باشا ومحسوب لك الوقت اشكر معاليك اشكرك هذه الموازنه لم تاتي بجديد ابت الا ان تكون كلاسيكيه كشقيقاتها السابقات ولن نتحدث ولن نتحدث في الارقام فقد سبقونا زملائنا الى شيء من التفصيل ولن أجهد نفسي في انتقاء الكلمات والمفردات حتى أحقق شعبي شعبوية من هنا أو هناك لكني سأكون موضوعيا ونتحدث بما يمليه علينا الواجب والضمير ويخدم مصلحة الدولة الأردنية العليا لكني أقول قبل ذلك وأشكر أخي معالي أبو عبد الله اللي دائما متعاون جدا وهذه رسالة إلى أهلنا في إربد أنه أبو عبد الله وجه الآن رئيس اللجنة في بلدية إربد لانه في مليون و الف دينار من صندوق النقد الدولي موجودات وفي مليون دينار جائزه الملك عبدالله للتميز لبلديه اربد اشكر أخي معالي اخي ابو عبد الله اللي ان شاء الله تعالى سيتم التنفيذ في القريب العاجل وسوف تنعكس على البنى التحتيه والشوارع في محافظه اربد اربد التي تعاني الان من ازمه مروريه خانقه وقد اطلع عليها كل الوزراء المسؤولين الموجودين نأمل أن تكون هذه المبالغ أن تساهم في البنية التحتية لكن هذه الأزمة الداخلية كنا نتمنى أن يتم تنفيذ نفق الثقافة في الماضي هذا النفق الذي عز على أحد رؤساء الحكومات السابقة أن ينفذ هذا النفق خدمة لهذه المحافظة فأبى عليه إلا أن يحمل هذه المبالغ اللي هي 28 مليون ويذهب بها ويحسن مدخل مدينة توبيته. وهذا ثابت، والامر الاخر نتمنى على الحكومه ممثله بوزاره الاشغال العامه ان تنفذ الطريق الدائري في اربد، الطريق الدائري في اربد يا اخوان سيخفف الازمه عن هذه المحافظه التي اصبحت الان تعاني كما اسلفت ازمه مروريه خانقه. من منا تطرق الى الاوضاع التي ادت او اوصلتنا الى ما وصلنا اليه الان، لا احد. أين كنا جميعا عندما بيعت أملاك الدولة أين كان الناس عندما بيعت أملاك الدولة وتم خصخصة أموالها الفوسفات والبوتاس وأمنية والملكية والعقبة أين كنا لماذا لم نرفع صوتنا في وجه تلك الحكومات التي حاولت أن تخصص لقد وجدنا أنفسنا أمام شخصية سياسية طارئه على الحياة السياسيه الاردنيه تصول وتجول وللأسف ان معظم رجالات الدولة من رؤساء حكومات سابقين واعيان ونواب ورجال دولة كانوا يتقربون إليه ويتمنون ان يبوس يده ويتزاحمون امام بيته وعندما كنت تهمس في آذانهم يقولوا هذا جاء رئيس حكومه ما بشوفك قدم منصب امتطى صهو الجواد هذا الوطن ولم يكتفي بذلك بل مد يده إلى الخرج الأردني وحاول ان يعبث بامنه واستقراره اين كنا نحن جميعا لماذا لم نرفع صوتنا عاليا لماذا لم نخرج الى الشارع ونسقط هذه الشخصيه كنا نزمر ونطبل لها لكن من منا رفع صوته في وجهه قليل جدا او حتى ما حدا رفع الا ان تم اكتشافه بالنهايه ونسال الله سبحانه وتعالى ان لا يكون في هذا الوطن من يختبئ على شاكلته كان يحلم ان يلمع صباط السلطه اصبح يحلم ان يكون رئيسا للحكومه أين كنا عندما انتخبنا رؤساء بلديات في إربد وقضوا على سهل حوران؟ سهل حوران اللي سهل إربد اللي كان ينتج أجود أنواع القمح أيام الإمبراطورية الرومانية وكان يصنع منه أفضل أنواع المعكرونة تقدم للطبقة الحاكمة أين كنا عندما ضمينا البلديات الله لا يوفق اللي ضمهن منه لله وسعنا دائرة الفساد وبجوز أبو عبد الله لسان حاله بيقول لي والله إنك صادق وسعنا دائرة الفساد في هذه الدولة عندما مكنا رؤساء حكومات لم تعديهم المصلحة العامة وقسموا الأراضي وقسموا السهل وحولوا إلى كومة من الحجارة أضعفونا من الداخل أصبحنا بعد أن كنا قبل أربعين سنة نعتمد على قمحنا أصبحنا نعتمد على قمح أمريكا أضعفونا خارجيا عندما أخرجوا مصر باتفاقيات كام ديفيد وجيشها وقواتها المسلحة من المواجهة مع إسرائيل أضعفونا عندما تآمرنا جميعا نحن العرب على العملاق العربي العراقي وتأمرنا على العراق وقطعنا أوصاله ودمرنا جيشه وانعدم الأسد العراقي صدام حسين الشهيد رحمة الله عليه على مرأة منا جميعا من منا حرك ساكنا من منا خرج إلى شوارع المدن الأردنية ورفع صوته عاليا في وجه هذا هذا الاستعمال الجديد إحنا لا نجيد إلا فن الحديث نحن نجعجع ولا نقاتل. نتحدث جميعا عن الرواتب وفرق الرواتب من منا بهذا المجلس او المجال السابق يقدم حل زياده انا مع زياده العسكريين وافراد القوات المسلحه والاجهزه الامنيه لكن يا هل ترى 20 و30 ليره بحل مشكلتهم 20 و30 و دينار بحل مشكله العسكري احنا بحاجه الى تعديل انظمه ماليه تحقق العداله بين الجميع وان يكون هنا في هذه الدوله سقف واحد للرواتب مش مدير شركه باخذ 15 الف ضمان اجتماعي وحده مقزب لشعرها جابوها من لبنان بتاخذ 8000 ليره لا شو سوت للكره الاردنيه احنا بحاجه الى تعديل قوانين وتعديل انظمه اما انه نزيد إن العسكري 20 و30 و50 ما بقدم شيء نهائيا لانه العسكري اذا عنده ولد مسؤول راح 50 ليره ثمن فوط فاحنا بحاجه الى تعديل مع بالتاكيد على ان الحكومه يجب ان تنتبه للموظفين ويجب ان تنتبه الى زياده العسكريين العسكري الذي يقدم انا كنت وانا في الخدمه العسكريه كنت اطالب ان يا اخوان الله يرضى عليكم والله هل, هل همهم الجانبيه هاي الله يرضى عليكم هل الجانبيه هاي ما انا خلينا نقعد وخلص ارجو ان نستمع انا في الخدمه العسكريه كنت اطالب ان يحاسب العسكري على نظام قانون العمل لانه العسكري كان يداوم من الاحد حتى الخميس مساء، لو طبق عليه قانون العمل لكان رواتبه افضل بكثير من رواتبه الحاليه. والامر الاخر اللي احنا لاحظناه من خلال ترددنا عن المحافظات ونامل من الحكومه ذلك ان الخدمه يجب ان تقدم للناس حسب حاجاتها، لا ان تقدم للقرى والقصبات حسب الاشخاص الموجودين فيها والمتنفذين فيها. احنا بلدنا بحاجه لمركز صحي شامل بس أنا ما ما عندناش ولا مسؤول دوله الرئيس بارك الله في وعدنا ان نوجه وزير التربيه وزير الصحه ويزورنا ويطلع على واقعنا ونسال الله ان يتم هذا في القريب العاجل نسال الله هذا البلد مستهدف واضعفوه يعيب على هذا الوطن عقد الاتفاقيات مع العدو الاسرائيلي احنا يجب ان نميز بين الموقف الشعبي والموقف الرسمي ماذا تنتظرون من الأردن أن يقف في وجه أمريكا وإسرائيل نحن لا نمتلك عناصر القوة جردونا من كل عناصر القوة يجب أن نكون صادقين بهذا المجال وهذه الاتفاقيات التي تفرض علينا تفرض علينا بدعم عربي وبمال عربي وبتبريرات عربية وليس أمامنا إلا الموقف الرسمي أنا لا أبرر هذا العمل أنا لا أبرر التعامل مع العدو الصهيوني لأن كل مصائبنا من هذا العدو الصهيوني من أنشأت من أنشئت هذه المستعمرة حتى يوم هذا ونحن نعاني من تبعات هذا هذا العدوان وهذا الاستعمار بدي أحكي عن أمر مهم جداً اللي هو الإحالات على التقاعد في سن الثلاثين أنا ك... كت... أعطي دقيقتين ولا الله. دقيقة له ودقيقة قاطعته فيها الإحالات على التقاعد في سن الثلاثين كثير من زملائنا يراجعونها. هذه يجب الحكومة أن تعيد النظر في الإحالات على التقاعد سن الثلاثين الآن محافظين ومدراء تربية ومدراء مدارس تم الإطاحة بهم لأنه الآن خدمته ثلاثين سنة بتلاقي عمره أقل من ستين سنة حتى سن الستين لا يزال في ريعان شبابه يجب أن تعيد الحكومة النظر في هذا القرار وبعدين هذول بخدمة بلاش ولا ما بكلفوا الدولة إشي على التقاعد بأخذ نفس راتبه فخلوهم على يعني نأمل من الحكومة أن تعيد النظر في هذا الأمر بقي أخيرا أنا أتحدث لدولة الرئيس والحكومة وأقول أن الجوع كافر وأن كل الثورات العالمية كان سببها الجوع الثورات العربية الأخيرة كان سببها الجوع أبو عزيز اللي حرق نفسه وحرك العالم حتى الثورات التي كانت في عهد سيدنا عثمان عليه السلام, السلام كانت بسبب الجوع حروب الردة التي خاضها أبو بكر الصديق كانت دوافعها اقتصادية لأن الناس رفعت رفضت دفع الصدقة علينا جميعاً علينا جميعاً أن ننتبه لهذا الناس، لكن هذا الواقع نأمل من هذا الواقع أن يتغير على يد هذه الحكومة، ونأمل من هذه الحكومة وهي تجاهد وتقاتل من أجل تحسين واقع الناس أن تنجح في النهاية، لكن المطلوب من هذا المجلس أن يبادر إلى إيجاد الحلول، لا أن نجلد الذات وأن نجلد هذا الوطن وأن ننتقص من الإنجازات التي تمت بهذا في هذا الوطن، الإنجازات كبيرة لكن الحاجات أيضاً نحن بحاجة إلى حاجات كثيرة، أشكركم جميعاً وأشكر هذا المجلس على أدب إصلاحكم بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا. شكر.